من هلا ورايح ما قلكن عندي شي بنهب. كروت الكريدت كارد وحتى تسجيلاتكم بالنوادي ومخصصاتكم من الشركه تبعي واي شي كان يصل على هذا البيت رح اقطعهم. انت اكيد عم تمزح، يعني معقول تعمل هيك؟ نحن شو ساوينا لتعمل هيك فينا؟ لهالدرجه كرهنا انت؟ في سوء تفاهم اكيد، ما هيك؟ انا ما عم بفهم شي. يلا لشوف نفذوا اللي عم قوله وبسرعه. كل شي باسمي وملكي رح تتركوه وتروحوا. بس يا عمي خلدون الله يخليك طول بالك شوي، معقول هالحكي هاد؟ يعني لوين بدنا نروح؟ اصلا نحن ما عنا غير هالبيت هاد. ناريمان اذا بتريدي بابا اللي شو يلي مزعلك قبل ما نطلع من البيت؟ شو هو يلي معصبك كل هالقد منا ومخليك متضايق؟ في شي ما بعرفه؟ بكفي سامي، عامل حالك ما بتعرف؟ ايه بابا انا ما بعرف اي شي. ناريمان؟ لك انا كمان مستغربة مثلك اللي عم يقوله ما بعرف اي شي من اللي عم ينحكى بصراحة. مين جاب امير لهون؟ مو انت يا ناريمان؟ كيف؟ بعد ما عرفت بقصة الورتة حاولت تقربه من البنت. ناريمان؟ بحياتي ما فكرت طمعك يوصل لهالدرجة. ناريمان هذا الشي مزبوط؟ اسمعوني، معكم بس شهر وبعدين بتفضوا البيت، ومن هلا ما عدت مسؤول عن حدا نهائيا. بتمنى اني ما ارجع عيد كلامي. بس هالشي حرام، يعني اللي وين بدنا نروح بحالنا هلا؟ بترجاك عمي انا وسامي مو قد هالبهدله هي، خلي قلبك كبير وسامحني الله يخليك لا تقلعنا، خلينا عندك. ناريمان ماشي بابا، يلي بدك رح يصير فورا.